ما انتظرش كونك تسمع صوتي مغير، ولكن في هذه الحلقة غنوريكم كيف كندوز حياتي. المهم نقول لكم واحد الحاجة قبل ما تبداو، أتلقى واحد ابوني ديروها وواحد لايك ديروها، راه تعذبش في هذا الفيديو بزاف. يلا نخليكم مع الفيديو، بيس، وقبلوا علينا إذا كانت شي حاجة ناقصة قبلوا علينا. خليكم مع الفيديو. فقش عادي كأي نهار، ديما كان في معطل، ولكن هاد النهار كان مختلف. في نط لبست حوايجي ديش كان لبسهم، ساليش من الباس ديالو، مخرجش من البيت، مشيت نقلب على ماما. ماما قايتاش؟ ماما ماما، ملي شفت الساعة لقيتها 4 الصباح، 4 ديال العشية الصباح. نطش بغيت نصلي الظهر قبل ما يأذن عليا العصر، حيت الصبح صليتو مفقيتشو. بغيت نعمر الماء، ساعة تفاجأت بأن البوطة خاوية. ديك الساعة تعصبت بزاف، ازاش قلت نهز الماء نتوضى به بارد، ماشي مشكل. ولكن في الحقيقة هادي ما كنتش كنتوضى بالماء بارد، شيت غادي للمرحاض اعزكم الله باش نتوضى. دخلت نتوضى، ساليت من الوضوء، خرجت مشيت لبس نلبس الفوقية ديالي، حيت لا يجوز تصلي بشورت او شي حاجة او سروال او اي حاجة ما يكونش فيها الركبة. ساليت من الباس ديال الفوقية ديالي، خرجت من البيت، مشيت للبيت بخر، هزيت الصلاية ديالي حطيتها، وجهت للقبلة، بديت نصلي. ما كتعرفو كتقرا صورة الفاتحة وموراها شي صورة من الاختيار ديالك. سيرت من الصلاة شهادت وسلمت، ودعيت الله على الدعوات ديالي بأنه يشافي لي الوالدة ديالي، دي الدعوة اللي كنت منها. تاسع لي جمعت الصلاية، حيدت الفوقية ديالي ولقيت الوقت معطل، فاش قلت نمشي نلبس حوايجي باش نمشي ندوز السبور اللي ديما كنديرو الحمد لله. تنجز السرفايطة، هزيت السروال، معلومة راه ماشي ريالي انايا، ديما بارسا. ساليت من الباس ديالها، خرجت من البيت، مشيت نقلب على السبرديلة ديالي ويا وتقاشا الحمد لله لقيتهم، وبديت كنلبس.
ساليش من اللباس ديال الصبر ديالي ديالي، خشيت السيوله ورا الصبر ديالها صافي. موراها خرجت من الباب حليت الباب ديال المراح، مشيت نزلت الباب ديال الزنقة، شمنا نمشي للتيران ندوز الصباح. وبعد ما رجعت من السبور طلعت كنجري باش نشوف الوالدة واش جات ولا لا، هاد الوالدة باقا ما جاتش، ولكن تصدمت بواحد الحاجة بأن البوطة شعلات. كيفاش ما عرفت، ما في درت الماء باش نعوم حيت جيت عرقان بزاف. بعد ما سخن الماء هزيت المقراش غادي بيه المرحاض، اعزكم الله مرة اخرى، دخلت المرحاض دوش. بعد ما دوش خرجت بالفوطة، مشيت بغا نبدل حوايجي، مسحت شعري، نحت فوطة، هزيت السليب ديال أحسن مسلسل أو سيري تفرجت فيها في حياتي، لا كاسا دو بابيل. ومن نرجع وصل الموضوع، لبست حوايجي كالعادة، ساليت من السبورت، توجهت للحاسوب ديالي، شربت الماء بسم الله، حطيتو الحمد لله، زيت الليزي ديال الدراري في الروم، يعني الغرفة اللي كنا كندوو فيها. باك باك يلا سير راني داخل. قلت لعب معاهم، لعب 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 حتى وصلت ديك الوحدة ديال الصباح. اوف اوف بارك بارك تحس الوحدة، كنت عطات الناس شي ناس مشيت المانطا ديالي غطيت راسي ونعست صافي. كانت هادي القصة ديالي، نتمنى تكون عجباتكم، اللي معجباتوش يدير ديسلايك، اللي عجباتو يدير لايك كومونتير، ما عجباتوش يدير ديسلايك كما قلت لكم كومونتير. واول مره ندير في حال هذا الشيء. يلا كان معكم دريسه ودرس جي ام، بيس اوت.